بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ندخل دلوقتي على القوانين بتاعتنا اللي بنحل بيها المساله او بنعمل بيها الاستراكشر بتاع التري. القانون بتاعنا اسمه انتروبي او جين انفورميشن. بالنسبه للقانون عندي 3 قوانين كلهم متداخلين، يعني ده بستخدمه في اللي تحتيه واللي تحتيه بستخدمه في اخر قانون. القانون بتاعنا قسمناها للاخر عشان هي زي ما انتم شايفينها كبيره كده. القانون الاولاني بيقول لي اي بي اور ان. القانون نفسه اسمه او القوانين تحت عنوان الانتروبي او الجين انفورميشن. تمام، فاول قانون عندي خلاص الاي ده هو اختصار انتروبي. تمام، اي بي اوف ان او بي اور ان. البي عباره عن الكلاس الاولاني والان الكلاس الثاني. احنا في الاكزامبل بتاعنا الكلاس الاولاني كان عباره عن يس والكلاس الثاني عباره عن نو. تمام، القانون ماينس بي ماينس بي على بي بلس ان لوج 2 الاساس بي على بي بلس ان ناقص العكس بقى ان على بي بلس ان لوج 2 الاساس ان على بي بلس ان. تمام، بعد كده بستخدم ده عشان اعوض هنا الاكسبكتيشن اوف ايه الاتريبيوت الايه دي اختصار اتريبيوت الاكسبكتيشن. تمام، بيساوي سبميشن من اي بادئ من 1 لحد الفاليو. بمعنى ان الاتريبيوت بتاعي ليه اكتر من فاليو، زي فور اكزامبل بتاع المثال الاخير اللي احنا كنا واقفين عنده. كان ال age ليه 3 attribute 3 values. ال attribute بتاع ال age كان ليه ال youth و ال middle و ال senior. تمام، فعشان كده ال expectation عبارة عن summation من 1 لحد ال v. ال v عندنا في ال exam بتاعنا اللي فات ده كان 3. تمام، youth و middle و senior. فاحنا دلوقتي بنرص القانون بس من 1 لحد ال v. بعد كده pi plus ni. ال بي اي بلس ان اي ده عباره عن اليس والنو بتاع او الكلاس يس او نو بتاع مين، بتاع الاتريب بتاع الفاليو بتاع الفاليو. يعني بشوف اليس والنو بتاع اليوث كام لوحده. تمام، وال الميدل لوحده والسنيور لوحده. تمام، لكن المقام بتاع بي بلس ان عباره عن اليس والنو بتاع الكلاس كله. يعني احنا لو رجعنا هنا فور اكزامبل طبعا هنحل المساله دي وهنشوفها بتتحل ازاي. ده انا فوق هنا اليس نو بتاع الكلاس كله عباره عن 5 يسس، ادي 4 2 4 وادي الـ5 يس تحت والباقي كلهم 9. لكن اليوث لوحده بقى كام يس وكام نو، يعني بشوف اليوث لوحده بقى بفرق بقى بجيب الاتش لوحدها واشوف اول فاليو اول فاليو هي اليوث. اليوث فيها كام يوث اساسا؟ 5 يوث. فيهم كام يس وكام نو؟ فيهم 2 فيهم 3 نو اهو واتنين يس. يس اللي هما اليس دي واليس اللي تحت. تمام، اهو اهي. تمام، يبقى في 3 نو و2 يس. ده بالنسبه لليوث، لكن بالنسبه لكل كلاس 9 و5 لانهم كلهم 14 فلازم يكون مجموعهم 14 ف9 و5. فالمقام عندي ثابت، لكن اللي بيتغير هو ايه؟ البسط. بالنسبه للبسط هيبقى هعوض مره بالفاليو بالفاليو الاولانيه بتاعت اليوث واضربها في الاي بتاعت اليوث اللي جبتها من فوق زائد واجيب الفاليو بتاعت الميدل نفس الكلام هنا وهنا. هنا بجيبها من فوق وهنا خلاص موجود عندي في الجدول. تمام، واعوض وطبعا المقام بتاعي ثابت وهكذا لحد ما اوصل لايه؟ لاخر فاليو عندي. في الاخر خالص لما جبت الاي واجيب الاي بي ان، برضو البي ان بتاعي اللي هنا ده بجيبه جنرال. الجنرال بتاع الكلاس كله، يعني التعويضات اللي هتبقى هنا في القانون ده بالنسبه للاي بي اور ان هتبقى 5 و14. تمام، فور اكزامبل بتاعنا هتبقى الياس والنو بتاع الكلاس كله. هنشوف دلوقتي في الانسر بتاعنا في المساله بتاعتنا. ندخل على المساله، الناس تفتكر القوانين دي هي دي القوانين اللي هشتغل عليها. تمام، يلا هنعمل الجدول ده لكل اتريبيوت لوحده، يعني اتريبيوت بتاع الايدج. عشان كده مساله طويله. الطويله ليه؟ لان القوانين التعويض فيها كتير كتير قوي. فانا هبتدي الاول باول اتريبيوت اللي هو الايدج. نرجع هنا عندي اول اتريبيوت اللي هو ايه؟ الايدج. في كام فاليو؟ في 3 فاليو، يوث وميدل وسنيور. حسبنا الايس والنو بتاع كل واحد فيهم، البي اي والان اي، يعني البي بتاع اليوث والبي بتاع الميدل وهكذا. فعندي 2 يس في اليوث و3 نو، وهنا 4 يس و0 نو، وهنا 3 يس و2 نو. انا بقى المفروض اطبق القانون ده اللي هو الانتروبي بتاع البي والان. تمام، عشان اجيب القيم بتاعت كل فاليو لوحدها. فانا جبت اليوث الاول اي، وفي 2 و3 دي كانت ايه؟ بي اي وان اي. تمام، انا شخبطت يعني عدلت عليها 2 و3 على اساس ان احنا دلوقتي شغالين على اليوث. التعويض بقى المفروض كان هنا في بي،
خلاص يبقى نعوض، يبقى 2 على بي بلس ان اللي هي 2 بلس 3 جمعنا لوج 2 الاساس او الكل اللي جوه القوس عباره عن 2 على بي على بي بلس ان اللي هي 2 على 2 بلس 3. احنا بنشتغل على طول بقى فاهم، ناقص 3 على 2 بلس 3 لوج اللي هو التعويض بتاع القانون، لوج 2 3 على 2 بلس 3 يطلع لي كام؟ 971,000 تمام. ده القيمه بتاعت الاي بتاعت مين؟ بتاعت اليوث. هعمل نفس الكلام في الميدل والسينيور، هنشوف دلوقتي عملنا نفس الكلام في الميدل برضو نفس الكلام، عوضنا 4 على 4 0 مش عارف ايه، طلع في الاخر 0 تمام، لان اللوج اي حاجه لوج بواحد يعني لما تلاقي لوج هنا في واحد 4 على 4 هيبقى واحد يطلع له بصفر، يبقى كل المساله بتاعتي ايه؟ تطلع بصفر. هنا طبعا صفر صفر على اي حاجه بصفر، فصفر في اي حاجه بصفر، فالانسر كله في الاخر صفر. هنا نفس الكلام 3 ب 2، على فكره هنا هتلاقي هو الانسر السنيور هو الانسر بتاع اليوث ليه، لان الفرق بس كاني بدلت المجموعتين دول، يعني هنا كان في ماينس 3 على 2 مش عارف ايه، فوق الثلاثة كانت النص التاني، يعني هنا المسألة شقين نصين، الماينس البي على ان، وبعد كده الماينس التاني كان ان على البي بلس ان، احنا فاكرين القانون. فبالنسبة للمسألة لتالت فاليو هيطلع الانسر بتاعي بعد التطبيق او التعويض في القانون، هيطلع الانسر بتاعي ايه؟ نفس الانسر بتاع اليوث تمام، اللي هو 971,000. بس المهم بالنسبة لي اجيب ايه؟ بعد كده اجيب الاي بتاع الايدج، الاكسبكتيشن بتاع الاتريبيوت بتاع الايدج تمام، اللي هو كان اي اوف اي، كنا حاطين ايه؟ سميشن من واحد لفاليو، واحد لفاليو يعني من واحد لحد عدد الفاليوز، عندي الفاليوز عندي في المساله كام؟ 3 فاليوز. خلاص يبقى المفروض المجموعه تتجمع كام مره؟ القانون يتجمع على نفسه كام مره؟ مره 2 3 زي ما انتم شايفين هنا. القانون نفسه كان بيقول لي، كان بيقول لي البي اي بلس ان اي على البي بلس ان، البي اي بلس ان اي اللي هو البي بتاع الفاليو بتاعتي. طيب البي والان بتوع الفاليو بتوع اليوث كان كام؟ 2 و3، 2 يس و3 نو من الجدول. والاي بتاعتها كانت كام؟ كان هنا القانون بالمضروب في ايه؟ في اي اوف بي اي كوما بي ان اي تمام، يعني الاثنين دول هيتغيروا في كل سبمشن، لكن اللي ثابت عندي المقام، المقام عندي هنا هو عباره عن الكلاسيفيكيشن او كلاس بتاع يس ونو للكلاس للسامبل او الهيستوري داتا كلها، ال 14 كيسز اللي كانوا موجودين عندي في السيستم. فكان عندي 5 نو و9 يس جمعناهم بالتعويض زي ما انتم شايفين، طلع في الاخر ايه؟ 69 او 69% يعني 69%. تمام، دلوقتي احنا جبنا دي 69% الاي بتاع الاتش، المطلوب ان احنا نعمل نفس الكلام مع الانكم والستودنت والكريدت ريتنج. كل الكلام اللي فات ده هنعمله، هنعيده تاني بالنص مع الانكم والستودنت والكريدت ريتنج اللي هم باقي الاتريبيوتس. يعني هعمل اجيب الانكم وهشوف الانكم فيها كام فاليو، فيها هاي، فيها تو فاليوز هاي وميديوم تمام، وهروح اعمل جدول في الهاي والميديوم، والهاي ليه كام يس وليه كام نو زي ما انتوا زي ما شفنا في الاتش، نفس الكلام مع الميديوم، ونعمل نفس الكلام مع الستودنت، الستودنت فيه يس ونو. طب النو بتاع الستودنت فيها مع ليها كام يس وكام نو في الكلاس نفسه، نفس الكلام مع اليس تمام. طبعا النو واليس ده غير النو واليس ده، عشان الناس بس ما ايه ما تدخلش حاجات في بعضها تمام. طيب نرجع هنا، كنا هنا الجدول بتاعنا هيبقى كالاتي، هيبقى الجدول الجديد هيبقى نعمل مثلا فور اكزامبل هنعمل انكم، فنكتب هنا انكم، والانكم كان فيه هاي ولو، هيبقى هنا مثلا هاي وهنا لو. طب الهاي كان فيه كام يس وكام نو؟ نعده، نحط هنا اليس والنو، واللو كان فيه هنا عدد مثلا يس كذا وعدد نو كذا، واروح معوض في الاي القانون بتاع الاي، واجيب الاي بتاعت الهاي واجيب الاي بتاعت اللو، بعد كده اروح معوض في الاي بتاعت المره دي بقى، المره الجايه هتبقى الانكم تمام، هيبقى تو اكسبريشنز مجموعين على بعض مرتين، هيبقى التحت كده كده ثابت في كله، يعني المقام ده ثابت في كله مش هيتغير، اللي هيتغير بس ده الرقم اللي هيبقى يتجمع فوق والاي بتاعت الفاليو تمام، ده اللي هيتغير في كل مره بنحسب فيها الاي او الاكسبكتيشن بتاع الاتريبيوت. في الاخر خالص خالص بروح جايب ده كله كل واحده لوحدها واطرحها من الايه؟ من الاي بي اوف ان الاي اوف بي اور ان تمام بتاعت الكلاس كله، يعني الاي الجزئيه دي الزاويه دي التعويض بتاعها هيبقى بخمسه، البي هيبقى بخمسه والان بتسعه اللي هو بتاعت الكلاس كله، بجيب الانتروبي بتاع الكلاس كله. لكن لكن المساله بتاعتنا الاي بي ان دي كنا بنجيب الانتروبي بتاع كل فاليو لوحدها تمام، كل فاليو لوحدها بس، بمعنى ان احنا الجين بتاعنا اكبر جين هيطلع لي
هو الاتريبيوت اللي انا هشتغل بيه. بمعنى تاني، لو احنا جبنا الاي، لو احنا جبنا الاي تمام بتاعت كل واحده فيهم، مش شرط اجيب الجين، انا كده كده بطرحها من نفس الرقم تمام. فمعنى كده ان لو اقل اي عندي، اقل اي اكسبكتيشن عندي هو اكبر جين انفورميشن تمام، يبقى هو اهم اتريبيوت ليه علاقه بالكلاسز تمام. الموضوع رياضي يعني. طيب هو جاب هنا الجين انفورميشن بتاع الانكم والستودنت وكريدت ريتنج، طلع في الاخر مين الاهم؟ اللي هو الايدج تمام. فعشان كده اشتغلنا على الايدج، وانا بيديني شوية يعني نقط ستيبس كده بمشي عليها. هو قال لي الكلاس بتاع البي هو عبارة عن الكلاس بتاع الليس تمام، ان حد هو تحديد يعني هو في المسألة محددها لي، والاي اف بي ان هي بقى الاي بتاعت 9 و5 زي ما قلنا، طلعت في الاخر 94، 94 من 100 او 940,000 ايا كان. بعد كده اجيب الانتروبي بتاع الاتش وراح طرحه، بعد ما جبت الانتروبي بتاع الاتش اللي هو ده بطرحه من ده زي ما انت شفنا دلوقتي، كان كام؟ كان 69 من 1000 من 100. جميل. بس هي دي المسألة. وانس ان احنا وصلنا للكلام ده خلاص، عرفنا التري بي بي يعني احنا عرفنا خلاص اوريدي ان الاستراكشر بيتبني ازاي. كانت مشكلتنا الوحيده بس ازاي اختار الاتريبيوت. احنا خلاص دلوقتي عرفنا الاتريبيوت اللي هنختاره وهنختاره على اساس القوانين دي، وعرفنا ازاي القوانين دي بتمشي تمام. خلاص كده نكمل ان شاء الله. ما جاي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.